المغرب يعلن قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران، الحجة دعم طهران لجبهة البوليساريو بوساطة حزب الله اللبناني. الإدعاء نفته الخارجية الإيرانية واصفة اتهام المغرب لسفارة طهران في الجزائر بالتورط في تسهيل تدريب قياديين عسكريين من حزب الله اللبناني لقيادات البوليساريو، اتهام كاذب. مزاعم المغرب نفاها أيضاً حزب الله اللبناني في بيان له، داعياً الرباط لإيجاد حجج أكثر إقناعاً لتبرير قرارها. جبهة البوليساريو من جانبها اعتبرت الادعاء المغربي الجديد باطلاً وترمي الرباط من ورائه للاحتماء من وقع قرار مجلس الأمن الدولي الأخير. الفترة الزمنية التي حددت وخريطة أي 6 أشهر وخريطة الطريق مفاوضات مباشرة تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمم المتحدة للأمين العام للأمم المتحدة السيد هانس كورل بدون شروط مسبقة من أجل التوصل إلى حل يضمن حق الشعب الصحراوي تقرير المصير. بطبيعة الحال هذه الأمور أربكة المغرب، وما يقوم به في هذه الأيام من ادعاءات ومحاولة يعني ربط جبهة البوليساريو بجهات أخرى إلى آخره يدخل في هذا الإطار. هذا تلفيق وبهتان. القرار المغربي لاقى مواقف داعمة من قبل بعض دول الخليج على رأسهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والبحرين، في حين لم تصنع قطر الاستثناء فأعلنت عن تضامنها مع المغرب ضد إيران. أما الموقف الكويتي فشهد تضارباً بين تأييد الشرعية الدولية ودعم موقف المغرب. هذه الأطراف الدول الخليجية حقيقة أساساً يريدون أن المغرب يريد التودد من أجل دعمهم لاحتلاله للصحراء الغربية وزرعه لعدم الاستقرار في منطقتنا. الإدعاءات المغربية الجديدة وإن كان يراد بها إثارة زوبعة إلا أن الزوبعة لن تحجب النظر على إخفاقات المغرب في ملف الصحراء الغربية.